مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. معايا المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا وسهلا، حضراتكم طيبين وحضرتك بالصحة والسلامة، وبشكرك على التواصل معانا وعلى المجهود اللي حضرتك بتقوم بيه في محافظة الفيوم. الله يخلي سعادتك يا فندم، تحت أمرك يا فندم. في مشكلة جات لنا من جمعية الحدقة مركز الفيوم. الأهالي بيقولوا إن المواعيد بتاعت صرف الأسمدة يوم الأحد والأربع، وهم التزموا بالمواعيد دي. النهاردة الأربع الأهالي كانوا موجودين بعدد كبير، ومسؤول الصرف في الجمعيه اكتر من يعني سبب، منهم ان هو بيروح يوصل خارج المقر الجمعيه ويرجع، اسباب انا مش عاوز اكررها تاني على الهواء بصراحه، فما صرفوش. وانت عارف درجه الحراره، وعارف ان في ناس بتيجي من اماكن عايزه تصرف، عارف ان الزرع بيبقى محتاج اسمده، فيا ريت نتابع مع التعاون الجمعيه دي وضعها ايه. اقول لسيادتك على حاجه، انا لسه جاي سعادتك دلوقتي، جاي داخل المكتب 3 و8 دقيقة بالظبط من بره، من المرور على الجمعيات النهارده. التكدس اللي حاصل ده، الفلاحين لما قالوا شهر 7 جه فخايفين الكيماوي اسعار الاسمده تغلى، راكن بقى كله راكن، ما حدش بيروح الجمعيات، وجا فجاه الايام دي يقول لك السولار هيغلى فالاسمده هتغلى، عاملين تكدس. طبعا انا عندي كل 6 جمعيات لهم مشرف، يعني ايه، مفتش تعاون واحد 6 جمعيات. انا مانع صرف الاسمده الا بوجود معاينات على الطبيعه للمحصول، ومفتش تعاون يبقى موجود للصرف اثناء الصرف. ايوه، فاحنا عاملين جدول كل يومين في كل جمعيه، بحيث ان طقم الصرف كله يبقى موجود من التعاون والزراعه والمديريه. تمام، متابعه. ده ممتاز، وانا متاكد ان حضرتك بتعمل كده لان انا شفته. بس أيوة، وارد ان يحصل مشكله او تقصير من احد الموظفين في الجمعيات. لا يا فندم، لا سعادتك، انا تليفوناتي مع كل ال 169 جمعيه ائتمان زراعي على مستوى المحافظه، واي فلاح بيتصل انا بنزل بنفس الجمعيه، بالدليل على اني لسه جاي كنت في زاويه الكرفسه، قالوا في تكدس، رحتها الصبح اتحلت المشكله، جبنا مفتش التعاون ونقلناها من جمعيه ثانيه فيها عدد قليل، صرف ده ورجع للجمعيه الثانيه. انا متاكد من كده، من انا عارف يا باشمهندس حسن، وانا يعني جيت وكان ليا الشرف كذا مره عندك في الفيوم، انا شفت مجهود حضرتك بتقوم بيه يعني رائع. بس وارد ان في واحد ياثر في شغله، فدي مشكله جت لنا على الهوا، لازم برضه حضرتك تتابعها لنا بعد اذنك. لا ان شاء الله يا فندم، باذن ربنا الصبح باذن ربنا. انا هدي دلوقتي الاعداد هيدي لحضرتك رقم المتصل. حاضر. وهو خالد، اسمه خالد من الفيوم وجمعيه الحدقه، وانا عارف يعني حضرتك هتقدر تساعد الناس، انا واثق من كده. بشكرك يا فندم المهندس حسن جوده. يا فندم في الفيوم عشان نخدم الفلاح. انا عارف، ربنا يقويك يا فندم. بشكرك مهندس حسن جوده وكيل وزاره الزراعه بالفيوم، بالرغم من المجهود اللي بيقوم بيه المسؤولين فعلا، وده انا شاهد عليه وشفته. ما هو ممكن يكون يخلي الصوره مش واضحه للجميع بالمجهود اللي بيتم.